والسلام على رسول الله. أما بعد، هل يجوز وضع المكفى أمام المصلين أو الصلاة تجاهها؟ ينبغي وضعها بصورة لا يحتاج أو لا يضطر المصلي إلى استقبالها، فإن استقبلها وهي طبعا مغلقة فالخط في ذلك سهل، لأن هذه الظاهرة لا تمثل ظاهرة عباد النار حينما يتوجهون إليها في عبادتهم وفي ضلالهم، لأنهم لما يتوجهون إليها لا يحصرون هذا الحصر، فالأمر سهل. لكن أولى أن تبعد هذه المكفأة عن استقبال المصلين لها.